للذاكرة السوداء ندوب لا تمحى مع مرور الزمن، وأشدها إيلاماً ووقعاً على النفس هو سفك دماء الأبرياء. هذه المشاهد هي جزء مما حدث في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار يوم 28 من تشرين الثاني عام 2019، يوم ارتكبت فيه القوات الحكومية مجزرة راح ضحيتها أكثر من 120 متظاهراً بين شهيد وجريح. كانت أصوات الشباب تتعالى وتزداد صرخاتهم في وجه الحكومة وأحزابها الفاسدة. ازداد زخم التظاهرات، وخط المتظاهرون شعارات تطالب باستعادة الحقوق والعيش بحرية وكرامة، لكن مخططاً إجرامياً كانت تحاك خيوطه الأخيرة على يد قادة الأجهزة الأمنية في الناصرية، ومن خلفهم أصحاب القرار القابعون في المنطقة الخضراء وسط بغداد. فجر 28 من تشرين الأول 2019 أطلقت القوات الأمنية بقيادة الفريق جميل الشمري النار على المتظاهرين وهم نيام في خيام الاعتصام على جسر الزيتون، ما تسبب باستشهاد وجرح العشرات، لتصبح هذه المجزرة علامة فارقة في تظاهرات الناصرية وما أعقبها من موجة غضب مع إغلاق جسور المدينة وسط غليان وغضب كبيرين. كان أبرز أسباب استقالة رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي، وأعقبتها استقالة محافظ ذي قار عادل الدخيلي بالتزامن مع تغيير مناصب أمنية عليا في المحافظة في محاولة لامتصاص غضب الشارع. طفل بعد شاب ما متزوج، والله واستونا عاقدين استونا يا منذ ذلك الحين كان جسر الزيتون مسرحاً للعديد من التظاهرات الاحتجاجية، وشهد كذلك حضور عائلات ضحايا المجزرة الذين طالبوا بمحاسبة القتلة، لكن لم يصدر أي قرار سوى تصريحات إعلامية أطلقها الكاظمي بداية تشكيل حكومته للتهدئة، قبل أن يصل الحال إلى تراشق الاتهامات بين منفذي المجزرة. فها هو جميل الشمري يخرج مؤخراً ليبعد التهمة عنه ويتهم ضباطاً آخرين بارتكابها. دم الناصرية طبعاً يتعلق بنقطة المحافظة الناصرية، آمر الفوج هو عمر عبد العزيز فخر الدين، وهذه القطعات لا تتلقى أوامر من عندي.